في 22 يوليوز 1986 تم في يفرن استقبال للوزير الأول الإسرائيلي شمعون بيريز، تميز أولا بأنه لقاء علني، وثانيا بأن ذلك اللقاء جرى فيه التداول حول قضية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى تفاهم على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بدءا بالحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني. ولم يكن للمغرب أي مطلب ولا أي هدف سوى أن يسهل الحوار بين الطرفين المعنيين. Reçu dans un pays arabe. Hassan II qualifiera les entretiens de plutôt négatifs, alors que Shimon Peres y verra un espoir pour le futur. Et c'est vrai que beaucoup dans le monde pensent que le Maroc d'Hassan II, avec ses traditions de tolérance, est particulièrement indiqué pour réconcilier demain les fils d'Abraham. Monsieur Shimon Peres m'a fait dire qu'il aimerait venir me voir. Alors je lui ai dit avec grand plaisir, mais vous et moi sommes interdits de tourisme. Si vous avez quelque chose de sérieux, venez me voir. Après tout, comment peut-on négocier si on ne se rencontre pas? Mais à condition qu'il y ait une base de départ sérieuse. Parti dans le secret le plus total, Shimon Peres, revenu ce matin très tôt de son voyage surprise au Maroc, a dû immédiatement affronter les micros et les objectifs de la presse locale et internationale. Alors que le roi du Maroc dresse un constat de désaccord des discussions qu'il a eues avec Shimon Peres, ce dernier estime que le succès de la rencontre à ce stade, c'est sa forme et non le fond. Nous deux, nous sommes d'accord qu'il faut continuer les dialogues. Évidemment, c'est impossible de résoudre tous les problèmes qui existent il y a 20-30 années pendant des jours. Mais c'est un début important. Le premier ministre israélien a par la suite longuement évoqué devant les journalistes la teneur des discussions avec le souverain marocain. Qualifiant ces entretiens de francs, amicaux et profonds, M. Peres a déclaré que le grand résultat de ces conversations tenait dans la décision prise d'un commun accord de les poursuivre en temps voulu. Le premier ministre israélien a souligné que les négociations de ces deux derniers jours avaient surtout permis de présenter les positions de chacun et que le dossier des relations bilatérales entre les deux pays n'avait pas été évoqué. La télévision israélienne, qui avait ouvert son antenne dès 7h ce matin, faisait remarquer l'absence à l'aéroport de M. Shamir, leader. وكان لمقابلة يفرن صدى كبير في الدوائر العربية والعالمية، واستوجب ذلك خطابا خاصا. وبالمناسبة وجه جلالة الملك الحسن الثاني إلى الشعب المغربي في 24 يوليوز خطابا ليشرح ظروف اللقاء ومحور المحادثات، ولبيان أنه تم على أرضية مشروع فاس العربي للسلام المصادق عليه في 1982. فلم يذكر في مقررة فاس على أن الاتصال بإسرائيل في إطار مقررة فاس لا خارج مقررة فاس أنه حرام. اللجنة أوصتنا بالاتصال، المؤتمر أوصانا بالاتصال كلجنة، ولكن لم يمنعنا في حال من الأحوال بأن نتصل في إطار مقترحة فاس بأي دولة أردنا أن نتصل بها. أصبحنا في إرادة مستمرة وعنيدة لإسرائيل أنها لا تتنازل ولن تتنازل. هذه الضجة التي يجب أن نقيمها. وعقب ذلك ندوة صحفية خاصة بالصحافة العربية وأحاديث متعددة لصحف فرنسية، ذكر فيها جلالته بأنه اعتبر أنه الآن الأوان لكي يكف العرب والإسرائيليون عن تلقي التعبير عن مواقفهما من خلال وسطاء مثل ريغان وميترو والرئيس النمساوي برونو كرايسكي، وبدلا من ذلك يجب أن يتحاور مباشرة وأن يشهد العالم أن للعرب في وثيقة فاس الإجماعية مشروعا للسلام، وأن هذه الوثيقة تلتقي مع المخطط الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ريغان، وأن إسرائيل هي التي ترفض من جديد على ضوء لقاء إفران السلبي من ناحية الإسرائيلية الإيجابي من ناحية المغرب، لأنه اقتحم باب الإسرائيليين وعراهم. مقابلة إفران كأنها فضحت عورتهم أو عوراتهم،
كان نوع تعراو من لباسهم ظهروا في حقيقته، وسيصعب عليهم في المستقبل أن يجد اللوبي متاعهم في أي بلد كان الحطام والحطب الذي يدكي نار الدعاية الإسرائيلية. اللهم إذا وجدها في السباب الذي نتبادله نحن العرب بيننا، هذا هو الذي يغدي النار والقوة الإسرائيلية الحقيقية. ونبه جلالته إلى أنه أشار مرات متكررة في مواقف سابقة طيل 5 سنوات إلى ضرورة إجراء الحوار المباشر بين إسرائيل والعرب. وفي 26 يوليوز أبلغ جلالته الأمين العام للأمم المتحدة تخليه عن رئاسة القمة العربية.